الحمد لله الحمد لله رب العالمين يؤيد الحق وينصر المؤمنين خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يطوي السماء والأرض يوم القيامة وينادي سبحانه وتعالى ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله خير الخلق وحبيب الحق خاطبه ربه بقوله فتوكل على الله إنك على الحق المبين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنون حقا يثقون في الله عز وجل الثقة الكاملة ويفوضون أمورهم كلها لله عز وجل يثقون في الله ويثقون في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثقون في المنهج الذي أنزله الله عز وجل على رسوله ليبلغه للناس هذه عقيدتهم وهذا هو الإيمان الثقة في الله عز وجل التسليم الكامل للخالق لربك الذي خلقك فسواك فعدلك لربك الذي جعل لك سمعا وبصرا لربك الذي ميزك بالعقل وميزك بالنطق وميزك بالفهم الثقة في الله التسليم الكامل لله رب العالمين
والتفويض المطلق في كل صغيرة وفي كل كبيرة من شؤون حياتنا، أن نردها لله عز وجل، وأن تكون عندنا الثقة في أن الكون كله، ما في السماوات وما في الأرض، في قبضة الله عز وجل، ولا يقع شيء في الكون إلا بتقدير العزيز العليم. وهذا هو ما حكاه القرآن الكريم عن مؤمن آل فرعون الذي نصح قومه ودعاهم إلى طريق الهداية والرشاد، وبين لهم أن الحق يجب عليهم أن يتبعوه، وأنه ما عليه إلا أن يبلغهم، ثم بعد ذلك يترك النتائج لله رب العالمين. استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يبين لنا ذلك في قوله سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله. ولنستمع جيدا إلى هذا القول: وأن مردنا إلى الله، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الثقة في الله عز وجل، والتفويض المطلق، والتسليم لله في كل صغيرة وفي كل كبيرة. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذه هي النتيجة. عندما تلجأ إلى الله عز وجل، عندما تثق في ربك، فاعلم أن الله لن يخزيك أبدا. ولو اجتمعت عليك الدنيا بمن فيها، بإنسها وجنها، لأن الله معك. نعم، الثقة في الله عقيدة المؤمن، هي العقيدة الصحيحة للمؤمن، لأنه يعلم أنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا ويعلمها الله رب العالمين. إذن فلماذا النصب، ولماذا التعب، ولماذا الحزن، وهو يعلم قول الله سبحانه: قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله
لله ويعلم قول الله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعلم قول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير الثقة الثقة في الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر إياك أن تعتقد أو أن يخطر ببالك أن غير الله سيكشف عنك هذا الضر أو سيرفع عنك هذا البلاء إذا ظننت ذلك تكون قد فقدت الثقة في الله رب العالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير يعلم قول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يعلم قول الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا يستر عيبا يفتح بابا من الرزق لبعض خلقه يبتلي بعض عباده يملك أناسا وينزع الملك من آخرين يمن على أناس بالشفاء ويبتلي غيرهم بالأمراض يغني قوما ويفقر آخرين يستجيب دعاء الداعين ويكشف الكرب عن المكروبين ويذهب الهم عن المهمومين وينتقم من الظالمين وينصر عباده المظلومين كل يوم هو في شأن نعم هذه هي الثقة في الله رب العالمين عقيدة المؤمن لا تتزعزع ولا تتحرك من قلبه مثقال ذرة الثقة في الله ملأت قلوب الأنبياء والمرسلين والصالحين والموحدين والمحسنين نعم وهؤلاء هم الصفوة امتلأت قلوبهم بالثقة في الله عز وجل ولقد ذكر القرآن الكريم في أكثر من آية لكثير من الأنبياء والمرسلين كيف امتلأت قلوبهم بالثقة
واليقين والتسليم والتفويض لله رب العالمين. هذا سيدنا نوح عليه السلام أوذي فصبر ودعا إلى الله عز وجل فقوبلت الدعوة بالاضطهاد والإيذاء. وهذا حال الأنبياء والمرسلين وحال الدعاة المهتدين، ولكن عنده الثقة بالله عز وجل. أوحى الله عز وجل إليه أن يصنع الفلك، فنفذ أمر الله عز وجل ولم يشغل عقله بكيف ستكون النجاة وكيف سيكون الإهلاك للمعاندين، ولكنه فوض وسلم الأمر لله عز وجل. استمع إلى قول الله سبحانه: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. انظر، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. العناية الإلهية لا تتخلى عن المؤمن أبدا بأي حال من الأحوال. يصنع الفلك على الرمال بعيدا عن الماء. العقل يستغرب هذه الأمور، ولكن الثقة في الله عز وجل تجعل العقل يقف عند حده. وثق في الله عز وجل وصنع الفلك بأمر الله عز وجل وعنده اليقين. والثقة في الله رب العالمين أن الله سينجيه، أن الله سيهلك الظالمين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك استجابة لأمر الله دون نقاش دون تفكير، لأن هذا هو الإيمان، صدق الإيمان. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه. إن أردت أن تصنع الفلك فلتكن بجانب بحر أو بجانب نهر أو بجانب ماء، أما أن تصنعها على الرمال في الصحراء فهذا ليس بعمل الحكماء. ولكن المؤمن يستجيب لأمر رب الأرض والسماء. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا، الثقة في الله عز وجل، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. لم يشك لحظة واحدة، ولو شك ما كان مؤمنا. ويستمر مع الله عز وجل ويذكر ربه بعد أن بين الله له عز وجل هذه الآية وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله، بقوة الله
برحمة الله، بقدرة الله، بعظمة الله، بفضل الله، ولم ينسب الفضل إلى ذاته، الثقة في الله رب العالمين. هذا مثال للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان أن تكون عندهم الثقة في الله رب العالمين. الثقة في الله ملأت قلب نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار والنار تحرق، ولكنه عنده الثقة واليقين أنه يدعو إلى الله على بصيرة ويحب الخير للناس ويحب لهم الهداية ويعلم تمام العلم ويثق تمام الثقة أن الله سيكون معه وأن الله سينجيه من كيدهم، ويرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام لخليله إبراهيم عليه السلام ويقول له: يا إبراهيم، ألك حاجة إلي؟ إنسان في وقت الشدة، إنسان في وقت المحنة، إنسان في وقت البلاء، إنسان اجتمع عليه المجرمون والسفهاء ليطفئوا دعوة الله عز وجل، فيقول: لا، حسبي الله ونعم الوكيل. الثقة في الله عز وجل. يأتي الأمر من الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، الثقة في الله عز وجل، وهو الذي أخبر الله عز وجل عنه بقوله: وإذا مرضت فهو يشفي. عنده الثقة أخي المسلم، عنده الثقة في الله عز وجل. إذا نزل به بلاء لا يضيق صدره ولا يحزن ولا يفزع، لأنه يتوكل على الله عز وجل. والخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأمره ربه أن يتوكل على الله: وتوكل على الله. الثقة في الله عز وجل ملأت قلب سيدنا موسى عليه السلام. هذه المحن، هذا هو التاريخ الذي يقصه علينا القرآن الكريم ليثبت المؤمنين وليقوي عزائمهم ولينظروا إلى الأنبياء والمرسلين وهم صفوة الخلق. ملأت قلب سيدنا موسى عليه السلام عندما قال له قومه: إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده وراءنا، فماذا ستصنع يا موسى؟ قال: إن معي ربي سيهدين. وانتهى الكلام. إن معي ربي، لأن الله هو الذي وعده، هو الذي وعده أن ينجيه من هؤلاء الظالمين. لم يرجع إلى عقله ويفكر بعقله ولو مجرد لحظة واحدة. قال: إن معي ربي سيهدين. فأوحينا بمجرد أن تقر وتعترف وتفوض الأمر لله عز وجل تأتيك النجدة
ويأتيك الغوث من الله سبحانه وتعالى. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الماء يتجمد؟ نعم. الذي خلقه هو الذي جمده. الذي جعل البحر ممتلئا بالماء جعل فيه طريقا يبسا. الثقة في الله عز وجل. الثقة في الله ملأت قلب سيدنا عيسى عليه السلام عندما سأله قومه أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يستطيع ربك؟ هل هذا أسلوب يخاطب به الله عز وجل؟ تشك أن الله يستطيع ولا يستطيع؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. ليس عندهم الثقة الكافية. يريدون آية مادية مشاهدة محسوسة حتى تكون عندهم الثقة في الله عز وجل ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم انظروا الثقة في الله، يسأل ربه يدعو ربه وهو على يقين أن الله سيستجيب دعاه. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. الثقة في الله عز وجل. الثقة في الله عز وجل ملأت قلب نبي الله زكريا وقد تقدم به العمر ووهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا، ومع ذلك عنده الثقة في الله عز وجل أن الله سيمن عليه بالذرية. مع كل هذا نعم، لأن الله يقول للشيء كن فيكون. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. مجرد الدعاء؟ نعم. الثقة في الله عز وجل. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نعم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له عنده اليقين، عنده الثقة في الله رب العالمين. من أجل ذلك استجاب الله دعاء عبده زكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. انظروا العطايا والمنح الربانية
انظروا إلى فضل الله عز وجل. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. أخبره الله عز وجل أنه سيولد له ذكر وسيسمى يحيى، وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ولم يقل ربنا إنهم كانوا يفعلون الخيرات، ولكنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. عندهم طمع أن يستجيب الله دعاءهم، يخافون الله عز وجل وكانوا لنا خاشعين. الخشوع والتذلل والانكسار بين يدي الله عز وجل، بهذا يستجيب الله منك الدعاء ويحقق لك الرجاء. الثقة في الله عقيدة المؤمن، وبغيرها لا يكون المؤمن مؤمنا حقا. ملأت قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حاصره المشركون في الغار من كل جانب، وحاولوا أن يفتكوا به وأن يقضوا على دعوته، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه محفوظ بعناية الله رب العالمين. ويقول له الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيرد صلى الله عليه وسلم في ثقة: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. الثقة ملأت قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الله يحرسه ويرعاه ويحفظه. تقدموا يا أخوان الإمام، جزاكم الله خيرا. الثقة ملأت قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الله يحرسه ويرعاه ويحفظه. لما أنزل الله عليه قوله: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كان يقوم بحراسته: انصرفوا، فقد وعزني الله عز وجل ووعدني أنه سيعصمني وسيحفظني. وأنزل علي قوله: والله يعصمك من الناس. انظروا إلى الثقة في الله عز وجل. جعل الذين كانوا يتولون حراسته كل واحد منهم يذهب لحال سبيله، ثقة في القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على قلبه الطاهر المطهر. تقول إحدى الباحثات غير المسلمات: قرأت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وتوقفت عند هذه النقطة، عند قول الله سبحانه: والله يعصمك من الناس، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يتولى حراسته: انصرفوا فإن الله عصمني من الناس. تقول: لو كان هذا الرجل يخدع الناس ما خدع نفسه، ولو كان هذا الرجل يكذب على الناس ما استطاع أن يكذب على نفسه، كيف يجعل من حوله ينصرفون عنه ويتخلون عنه إلا إذا كان عنده الثقة الكاملة في الله عز وجل؟ يبقى لن يضحيها بحياته. ربما يأتي إليه إنسان يقتله، ولكنها الثقة في الله عز وجل.
نعم. الثقة في الله ملأت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا، استمع يا أخي، مباشرة لجأوا وتضرعوا إلى الله عز وجل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان يقذف في قلوب بعض الناس ليبعدهم عن الله عز وجل، ليشككهم في أمر الدين، ليشككهم في أمر العقيدة. حذر الله عز وجل منه وقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الثقة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو الصادق الأمين، وأن كل ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى، وأن كل ما أخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نثق فيه تمام الثقة. الثقة في المنهج الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن المنهج الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي بين أيدينا ليس عند كل الناس، ولكن الله اختص به أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أن نحقق صلتنا بالله عز وجل وثقتنا في الله عز وجل وثقتنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقتنا في المنهج الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، سيكون نصر الله عز وجل، وسيكشف الله هذا الكرب، وسيوحد الله الأمة على كلمة سواء. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لا بد أن نتدبر آيات القرآن الكريم، أن نقرأ القرآن الكريم بتدبر، أن نعمل عقولنا في الأحداث التي مر بها الأنبياء والمرسلون، وأن نتوكل على الله عز وجل حق التوكل، وأن نفوض كل أمر لله عز وجل. إذا قدر الله عليك في الرزق فلتكن عندك الثقة في الله عز وجل أن الله سيفتح لك أبوابا من الرزق. إذا ابتلاك الله بشيء من المرض فلتكن عندك الثقة أن الله سيكشف عنك البلاء يوم من الأيام. إذا ابتلاك الله بزوجة لا تستجيب لأمرك أو بولد عاق فلتكن عندك الثقة في الله عز وجل أن الله قادر على هدايته. الثقة واليقين في الله عز وجل. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة وصلنا إلى درجة المحسنين المتقين الصالحين
الذين استجابوا لله وللرسول. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة. نسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه الساعة. اللهم لا تغضب علينا، اللهم لا تغضب علينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا يا مولانا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا وتقبل أعمالنا واهد أولادنا جميعا وبارك فيهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اهدهم بهدايتك، اللهم وفقهم لطاعتك، اللهم ابعدهم عن معصيتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل الإقامة يقول إن شاء الله بعض الإعلانات. إن شاء الله نحلل البنات إن شاء الله من سن 12 سنة إلى 18 سنة. الإعلان بالخارج والتليفون بالخارج، ممكن اتصال بالأخ الدكتور أحمد جاهين. الأمر الآخر إن شاء الله الشيخ معتز الشرف سيقيم إن شاء الله غدا اجتماع التبرعات لمسجد المسجد الذي اشتراه مؤخرا في مسجد الإصلاح يوم السبت غدا الساعة 7 مساء إن شاء الله. الأمر الثالث يا إخواني، الأخ أخونا حمودة من الله تلاه الله عز وجل أولا بمرض، من الله عز وجل عليه بالشفاء، فضل من الله عز وجل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله سيكون غدا إن شاء الله في المسجد هنا حفل وتقديم عشاء إن شاء الله بمناسبة شفاء أخينا حمودة، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله، فشاركونا جزاكم الله خيرا. الأمر الآخر يا إخواني، بمناسبة شهر رمضان الكريم وإفطار الصائمين، تم فتح باب التبرعات لمن يريد أن يتبرع بإفطار الصائمين. تكلفة اليوم الواحد $400، ممكن الإنسان أن يتبرع بأكثر من يوم أو بأقل من ذلك حسب قدرته وحسب استطاعته. الاتصال إن شاء الله بأخينا الأخ عادل عبد المجيد، جزاكم الله خيرا. اذكروا الله العظيم أذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.